واحد مننا حضر النهضة بتاعت أمنا العذراء كذا مرة، دي ولا دي أول مرة، ده كذا مرة، عشرات المرات. ولو جلبنا في سن واحد والجناح حاجة واربعين ومن الناس الملتزمين فيبقى في السنة الواحدة حضر 15 مرة، وفي 40 مرة يعني 600 مرة. 600 مرة بحضر نهضة أم العذراء، يعني سمعت 600 وعظة وقلت 600 مرة ترتيلة وفي التمجيد. ولو أنا من النوع اللي بيمسكوني صليب يبقى لفيت كم مرة؟ 1800 مرة. عد بقى كتير، والتغيير قليل، يبقى الحضور كتير والتغيير ايه؟ انا مش عارف ليه التغيير والنمو في الحياة الروحية بالرغم ان احنا الشعب اللي بيحضر النهضة قليل ليه؟ عشان التغيير مش بالكلام ولا بالوعظ والسمعان الكلام، صدق، ولا بالمشاركة في الكلام والترتيل. هو ده ما يعملش التغيير، ده يعمل المشاركة في النهضة تعمل مسيحيين بس ما تعملش قديسين. امال ايه التغيير؟ ده التغيير حياة، تعود على حياة القداسة. لو جبنا دكتور جراح قلنا له انت هتعمل عملية نزع الحصوة من على الكلى، تاني مرة تالت مرة بعد 40 مرة يطلع بروفيسير. لو جبنا سواق بعتناه مشوار بدل المرة 40 ونيجي نقول له هو انا اروح المكان الفلاني، يقول لي ده انا حافظه بمطبات وبيوفط وبشوارعه، ده انا حافظه 40 مرة واحنا بقالنا سنين رايحين وجايين ونحضر. اشكر الله اني من بداية النهضة حبيت بس ادوس على زرار ايه؟ خلي بالك من التغيير، لازم نتغير في ايام النهضة، ما يبقاش كلام كما لقوم عاد رايحين الكنيسة وجايين من فين؟ من الكنيسة وحضرنا النهضة وما بنتغيرش ولا بيحصل فينا نمو. طب ما انا عايز اتغير. طيب يقول لي عيب عليك، عيب عليك في نهضة امك العذراء تدور على تغيير بعيد عنها. امك العذراء فيها كل الفضائل، هتجيب فضيلة؟ ده لما يكون في قديس عنده فضيلة زي فضيلة العطاء بيبقى اسمه الانبا مين؟ الانبا برام. ولما يكون راجل بيصلي كتير ويبقى بطرك يبقى البابا مين؟ البابا كرولوس. ولما يطيع ربنا ولو قال له اذبح ولدك يذبح يبقى مين؟ ابونا ابراهيم. ولو النار نزلت من فوق حرقت البيت والغيط وعياله ماتوا ويتعلم الصبر على كبر يبقى مين؟ ايوب. انتوا شعب محب للمسيح وعارف كل قديس ليه صفه. البابا شنودة رجل التعليم، وقداسة البابا توادروس رجل التنظيم. كل واحد، وابونا فلتاوس شفيع المستحيلات، وابونا لوجا صدروس يتوب الخطاه الخاطي. يكتب على اليوتيوب ابونا لوجا صدروس، يسمع منه كلمتين يتغير حاله. ليه؟ عشان بيسمع كلمه لابونا الحبيب الحلو ده. كل واحد وليه فضيله وباينه. طب واللي موجود وعايش بلاش نجيب سيرته شويه ويمشي ونولع له شمعه ونجيب سيرته عشان الحبايب كتار. طب وام العذراء؟ كل الفضائل احتوت في ام العذراء، احتوت في داخلها واقتنت بداخلها كل الفضائل. طب النهارده جايين لام العذراء نقول لها يا ترى الفضيله ايه؟ لانه وجود سابونا عمل برنامج نمشي عليه على مدار ال 15 يوم ونجى فضيله قال لي عليها النهارده، ما نقدر نجيب الكل، هنتكلم عن اللي قال لي عليه ابونا بس. ام العذراء، ام العذراء يا ترى الفضيله اللي هتقول لنا عليها ايه النهارده؟ امي هتقول لي على ايه؟ على فكره الفضيله بتاعت النهارده ما تناسبش كل الناس، ليها ناس معينه، عشان لو الكلام ما يلزمكش يا ريس يعني قضي وقتك واتكل على الله، الكلام ما يلزمكش. اصل هي بعت رساله النهارده لناس معينه، الناس دي هي الناس الموجوعين التعبانين المتضايقين المحتاجين
العيانين. هي الفضيلة بتاعت النهاردة رسالة جاية للناس دي. حد في الكنيسة دي من ضمن الموجوعين؟ هو انتوا موجوعين لدرجة ما قادرينش ترفعوا ايديكم؟ كل ده وجع؟ مفيش المشاركة؟ في حد موجوع؟ في حد موجوع في الكنيسة دي؟ تعبانين؟ صدق الفضيلة بتاعت النهاردة للموجوعين. نقول لها مالك يا أمي يا عذراء أنت بالموجوعين؟ أنت مالك ومال الموجوعين؟ تقول لي ما أنا منكم. أستكنا موجوعة. بس بص على حتة صغيرة من وجع العذراء يلي بتقول أنا موجوعة. بص على وجع صغير كده، عيلة صغيرة عندها 3 سنين، أبوها وأمها أخذوها وداها تشتغل خدامة فين؟ ولما يجي البيت يقدم ذبيحة عشان راجل خاطي، جاي يقدم ذبيحة ربنا يرضى عنه، فيذبح ويعلق وتنزل نار من السماء وتاكل الذبيحة، يتبقى في الأرض الدم. تجي البت الخدامة الشغالة الصغيرة تجيب القماشة. أنتوا عندكم شرشوبة بعصاية، هي قماشة، وتلم في الدم وتحط في الجردل وتكب مية عشان الدبان والحر. خدامة، إيه رأيك في الخدامة؟ أب ولا يسأل وأم ولا تحن، ما خلاص في الهيكل يا ابونا، احنا هنتدخل كمان في شغلها، وديناها وسبناها لربنا. وأول ما تكمل ال 12 سنة أم النور بدل ما يبنوا لها أوضة ويقولوا لها دي الأوضة الخاصة ليكي عشان كبرتي وحلويتي، يقولوا لها اطلعي بره. اطلعي بره ليه؟ ليه أنا قصرت في حاجة؟ يقولوا لها لا أنت كبرتي وحلويتي. تروحي تشتغلي خدامة في بيت مين؟ مين النجار؟ على قد ما في قداسة باينة على وشكم، على قد ما عدم المشاركة ده قلقني. لا بجد يعني ما في قداسة باينة على الوش باسم الصليب، يعني الشعب ده شعب محب للمسيح حلو قوي، ما ببركة الآباء نضحوا عليكم بس ما بيشاركوش. عيانين يعني سامعين؟ طيب يعني الصوت واصل؟ نشكرك يا رب، نشكرك يا رب. ودوها بيت مين؟ يوسف النجار. هي عاشت الوجع وكلكم أدرى وعارفين بالحكاية بتاعتها وقصتها. نقول لها يا اللي اتوجعت قبل مني، لو أنا موجوع تحب تيجي النهاردة تقولي لي إيه؟ هتطبطبي عليا إزاي؟ بأنهي طريقة؟ تقول لي أقول وتقول معايا؟ أقول لها قولي، قولي وأنا أقول معاك. تقول لي تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي. الموجوع يقول تعظم نفسي وتبتهج روحي بالله مخلصي. تبتهج روحي يا ابونا، الكلام ده مش علينا، احنا بنقول لك موجوعين. تبتهج ايه؟ هو شفت في مره واحد موجوع ولا عنده ميتم ولا حزين وتقول لي يبتهج؟ متلخبطه كده ازاي حزين ويبتهج في نفس الوقت؟ تبتهج روحي دي ازاي يا ام العذراء؟ تقول لي استهزأ بالله، انت واخد الكلام من اخره ليه؟ مش قلت لك البدايه بتقول تعظم نفس الرب؟ تعظم نفس الرب؟ هو انا نعرف نعظم الرب انا؟ تقول لي وانت مين انت؟ ايه هتقول انت عشان تعظم نفسك؟ ده تعظم نفس الرب معناها اني اعترف واعلن بعظمة الله القادر على كل شيء، الذي له السلطان المطلق، معطي الحياة، فاحص القلوب والكلى، اللي بيدبر أمورنا، غفر خطايانا. غفر خطايانا؟ إيه غفر خطايانا دي كمان؟ أيوة ربنا غفر خطايانا. تصدق موضوع غفر خطايانا ده يخلي الواحد يفرح. أصلك أي حاجة تعرف تشتريها بفلوسك. طب غفران الخطايا؟ طب لو عامل لك بلوى وعاوز تيجي تدفع قرشين هنا يغفروا الخطايا بتاعت البلوى اللي عاملها؟ لا مش بالقرشين، ده يمكن أبونا يرفض ياخدهم، يقول لك لا توب يا أبونا، هنجيب التكييف يا أبونا ونشتري في بيتكم، مش عايزين. أنت هتشتري غفران بالفلوس؟ لكن ربنا يجي يقول لي ايه؟ انا غفر الخطايا. عارفين الست الحلوه ساكبه الطيب اللي بكت
ودموعها راحت ورا السيد المسيح، ودموعها نزلت على قدمي الرب يسوع، ونزلت بشعر راسها تغسل ايه؟ تمسح قدمي المسيح بعد ما غسلتهما بايه؟ بدموع عينيها. يقول لها ايه المسيح؟ يقول لها ايمانك خلصك. ايمانك خلصك يا ست الكل. انت يا هانم ايه رايك في مشاعر واحده خاطيه يجي المسيح يقول لها ايمانك ايه خلصت مغفور ليك خطاياكي؟ ايه رايك؟ عارف عشان تقدر تحس باللي بقول عليه، تعال حط بالك كده تكون يا عيني ايه وجعت في خطيه القتل وقتلت واحد، فجاء على طول البوليس اخذك على النيابه والنيابه للقاضي، وقفت قدام القاضي اعترفت بخطيتك انك انت عملت ايه؟ قتلت واحد. فالقاضي يقول حكمت المحكمه حضوريا بعد ثبوت كل الادله واعتراف المتهم بخطيه ولا بجريمه القتل، حكمت المحكمه على المتهم فلان الفلاني بالاعدام شنقا. كده يبقى فلان ده مكانه فين؟ في التربة، مش اعدام شنقا. يبقى ده اخرته ايه؟ رايح على فين ده؟ على القبر، على الموت. وتعد الايام ويلبسوا البدله الحمراء ويجهز حاله ليه؟ خلاص رايح في ما بيرجعوش منه، رايح خلاص هيخلصوا عليه. وشويه ويطلع واد محامي حلو كده يروح يرفع القضيه للاستئناف ولا لمحكمه النقد العليا، ويقول ايه؟ وحيثيات القضية، ويقدمها قدام القضاة الكبار قوي دول بقى اللي هم أكبر ناس في البلد. واللي درس قانون عارف إنه ما في حكم إعدام على واحد غير لما يوقع على الورق الإعدام 13 قاضي. ده هم اللي جايلين، مش أنا يا دوبك عرفت بس المعلومة. يمضوا 13 قاضي عشان يحكموا بالإعدام على واحد. ويجي في محكمة النقد العليا يجي قاضي يقول انا مش مرتاح لموضوع حكم الاعدام ده، انا ما موافقش. احنا 12 موافقين، يقول انا مش موافق. يقولوا له طب نعمل ايه؟ ياخد تأبيده، يعني يقعد 25 سنه سجن او اكتر لحد ما يموت يعني. ويجي يتحول الحكم من اعدام لايه؟ لتأبيده. فيقلع البدله الحمراء ويلبس البيضه ولا الزرقاء؟ البيضه. وشويه ويجي الريس، الرايس يحنن قلبه ويدي إعفاء رئاسي. تيجي حضرتك من إعدام لتأبيدة واسمك ينزل في السجلات، واطلع عيش من جديد. إيه رأيك؟ إيه رأيك بقى في الحرية والفرحة دي كلها؟ فرحة ولا مش فرحة؟ فرحة عالية ولا فرحة متوسطة عادية؟ ده غامرة، ده إدى حياة. طب ما ده حالي وحالك. لما نيجي عند قدس ابونا وميل راسي، رايح فين يا ابونا؟ اقول له يا ابونا حللني يا ابونا، حللني يا ابونا. ايه يا ابونا؟ في ايه يا ابونا؟ حللني يا ابونا عشان انا خاطي. جاي اعترف لربنا في ودن ابونا، واسمع الغفران من ربنا من لسان ابونا. ابونا يقول لي ايه؟ ابنك فلان ان كان اخطا اليك بشيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بالقول او بالفكر او بجميع الحواس، ايه يا ابونا؟ يقول انا عشان اديلك براءه كامله. فابنك فلان يا رب انت كصالح ومحب البشر، اللهم انعم عليه بايه؟ غفران الخطايا. ما الملك جاي متنكد عليك ليه ومش عايز تفرح ليه بس؟ احنا جايين مثقلين بالهموم والنكد مالينا ليه بس؟ ده نيجي ندخل الكنيسه ناخد ايه؟ غفران خطايا؟ طب ما ده مش يفرح قلبنا؟ تبتهج جروحي بالله مخلصي، دي مش بالكلام، دي بالحياة، دي بالعيشة. اللي يجي الكنيسة يقدم توبة ويعترف اعتراف صادق ويبعد عن كل خطية ويقول له يا رب توبني فاتوب، ده ياخد غفران خطايا. يحصل فيه ايه؟ يفرح، يقدر يقول مع أم العذراء تبتهج روحي بالله مخلصي. عارفين لو نقعد نعد النعم والإحسانات التي أفاض بها الله علينا كبشر، احنا كشعب الكنيسة صدق نروح فرحانين. وما فيش مانع يتنكد علينا تاني، قصدك عدو الخير واقف لنا. عارف تبقى واقف في القداس حاضر، ممكن تبقى لابس شماس وواقف جنب ابونا عمال يقطع في الجسد ومتهلل وفرحان، ويجي المعلم ويرتل لامنا العذراء واحلى كلام والسلام لك يا مريم، وتلاقي نفسك في حالة فوق الوصف. اوعى تفكر عدو الخير يسيبك، ده تنزل تركب العربية تلاقي المراية مكسورة. يا ابوي
يا ريتني ما جيت النهارده، المرايه كان نجيب مرايه منين تاني طيب؟ لا هو ما هيسيبك يطبطب عليك. لا. بس واحد من الاباء الحلوين قال لك الشيطان يضرب بشاكوش وانت تضرب بمرزبه. المرزبه دي اللي هي يعني شاكوش كبير للي مش فاهم. هو يضرب بشاكوش وانت تضرب بمرزبه، يوجع الركب ويخليك ما تقدر توقف. تقول له مالي؟ انا نتهلل، انا نائمه ولكني ايه؟ مستيقظ. برتل ومتهلل حتى وانا نايم. هو يضرب من ناحيه واحنا نضرب من ناحيه. احنا عندنا نعم كثيره. لما راحوا التلاميذ لرب المجد يسوع وقالوا له علمنا نصلي، هنقول ايه في الصلاه؟ هنوقف نبص على بعضينا؟ ما تقول لنا نقول واحنا نقول اللي تقول عليه نقول، احنا وانت قلت لنا الكلام اللي تقوله لنا نقوله وخلاص، ويبقى كده بنصلي. مش هو ده الصلاه؟ عايزين نعمل بيننا وبينك صله. ما تقول لنا نقول واحنا نقول، يا ترى هنقول ايه؟ قال لهم قولوا لي يا ابا. لما تيجوا تتكلموا معايا تقولوا لي يا ابانا، ولما تبقى حالك مع حالك مع وحدك تقول يا ابويا، ولما يجي يكلمني يقول لي ايه؟ يا ابني. اعطيني يا ابني كلام عليا والعالمين. يقول لي ايوه انا بشاور عليك، دعوتك باسمك انت، ايوه انت باسمك، دعوتك انت ليا. الله، ايه البنوه دي؟ البنوه دي ده لما يكون في امبراطور، عشان خايف نقول رئيس ما نقول رئيس. لما يبقى في رئيس تعرف تدخل عنده يا رئيس؟ ما تعرفش. لازم تخبط على كذا باب لحد ما توصل على باب الرئيس. وما ينفعش تدخل كده على طول، ده يدخل كام ظابط قدامك يقول انه فلان جه يا ريس، فلان جه يا ريس، وايه؟ وبعدين تجي مخبط وتدخل بكل مهابه وخشوع. طيب ايه رايك في الواد حفيد الريس؟ يخش قابل ظابط ولا ما يقابلش مش فارقه معاه، يخش رايح فين؟ خد يا واد رايح فين؟ انت مين انت تقول لي رايح فين؟ رايح لجده، رايح عند جده. انا ابن الريس. طب ولو ابن الريس؟ ايه؟ ده البيبان تتفتح له كلها. طب ما انت ابن الملك يا ريس، ما انت ابنه، دعوتك باسمك انت ليا. تخش كده بكل مهابه وخشوع، رايح فين؟ اصلك رايح اترمى في حضنه. رايح فين؟ ماشي في الطابور، رايح فين؟ يقول لي رايح اتناول. يا ترى انا عملت ايه علشان ينفع اتناول؟ يعني ايه الامكانيات والقدرات والمهارات اللي اكتسبتها عشان ينفع امشي في الطابور واخش اتناول؟ ايه يعني؟ ايه اللي عملته يعني؟ لكن بكل مهابه وخشوع اخش اكل من جسده واشرب من دمه واتحد بيه. اخد اقوى اتحاد في تاريخ البشريه اقدر بعدها اقول لا احيا لانا بل المسيح يحيا فيا. احنا في نعم كثيره للي بيدور على الفرح. اللي عايز يفرح يشوف المسيح. في حد عايز يفرح؟ اتكلمت عن الموجعون والتعبانين والعيانين ما حدش رفع ايده. طب في حد فيكم عاوز يفرح؟ الله، المتواضع رفع ايده صدقني. المش متواضع بقى العظمه مليان يقول لك ايه كمان هيرفعونا ايدينا. لا اشترك بس، مش يمكن الكلام يكون عليك وتروح فرحان. اشترك، شارك، قول عايز افرح. عايز تفرح؟ تعال قابل ربنا. هو قال كده: اراكم فتفرح قلوبكم، ولا يقدر احد ان ينزع فرحكم منكم. طب انا عايز اشوف ربنا، حد يقدر يقول لي اشوف ربنا ازاي؟ انا اشوف ربنا ازاي؟ انا نفسي اشوف ربنا. اشوف ربنا ازاي طيب؟ هو قال كل ما فعلتموه بهؤلاء الأصاغر فبي قد إيه فعلتم. يا بختك يا 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 ريس يا اللي مروح تدور على تشوف ربنا إزاي، فبتدور على واحد عريان تكسيه، واحد غلبان تأكله لقمة ولا حاجة، ولا مين مريض يكون غلبان عاوز تحاليل وإشاعات وقصته وحكايته شغلانته شغلانة، وتاخد يوم اجازه من الشغل وتمشي بيه وتروح معاه القصر العيني وتعمل له التحليل والاشعه وتوصى عليه الدكتور فلان اللي انت عارفه هناك وتدفع له فلوس العلاج وتجيبه له. انت كده تشوف ربنا.
وما انت تفكر هتشوف ربنا ازاي. طب تعالى كده جرب مجرد تجربة كده انك تاخدي حلق من اللي في المشأبية اللي ما الله يرحمه جابهولك زمان في الخطوبة وشالهولك، يعني فكر كده انك انت تاخدي حلق من دول تروح تدي البت يتيمة وتلبسيها الحلقة وتقولي لها ما تتلسفيش كده قدام من بنات صحباتك. احنا صدقوني عالم غلابة موجوعين، فأشد الاحتياج ان احنا تبتهج روحي بالله مخلص. انا ممكن نحكي لكم عن الوجع بس مش عارف الوقت خلص ولا ايه. خلص الوقت يا بتسابونا؟ اقول لهم على الوجع اللي عايشينه عشان اقلب المواجع نعرف اني فاشد الاحتياج للفرح. الوجع في وجع جسدي وفي وجع نفسي. الراجل ماشي في الشارع يقول ايه؟ يقول امك قالت وبنتك قالت، امك قالت وبنتك قالت، امك قالت وبنتك قالت. فقل هاي مالك؟ قال لي يا ابونا امك قالت وبنتك قالت. قلت له امي ايه امك قالت؟ قال لي لا انا مرتي بتقول لي امك قالت وبنتك قالت، امك قالت وبنتك قالت. قلت له امك قالت ايه؟ قال انا امي ماتت لما كنت خطبها، لما كنت خطب مراتي امي ماتت من 20 سنة، بس هي فاكره لها كلمتين قايلها ام لها وماشيه. هي بنتك دي مش تعود عليها برضك؟ هي بنتها هي برضك. جننته بقي تعبان نفسيا. اه تعب. في واحد حبيبي قوي معايا تعبان ماديا، صدق ماشي يقول ايه الرز ب30 والسكر ب20 والزيت ب55 يبقى 105، 105 وعايزين نعمل 300 شنطة يبقى عايزين 31,500. طب 31,500 الراجل بتاع التموين ليه 7,000 يبقى 38,000، قدسك اديتني 9 يبقى باقي عليا 29,000. تعبان تعبان ماديا، عمالة تغلى 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 وهو عمال يعد ومش ملاحق مش ملاحق، دايما يطلع من قسط لا قسط تاني، يطلع من جمعية لا عمال بيدفع يدفع مش ملاحق، تعبان ماديا. وفي اللي تعبان عائليا يقول لي يا ابونا معلش صدق مطايقها ما عادش، خلاص يا ابونا خلاص جبت اخري منها يا ابونا. اقول له مين؟ يقول له مرتي. انا يا ما طلعت من البيت يا ابونا ومشيت ما عايز ارجعش تاني، تخبطني عربية ولا تحصل لي حاجة أحسن من أن نرجع البيت ده تاني يا أبونا. تعبان. دوما أجي أقعد مع الست هانم تقول لي إيه؟ تقول لي ده لولا ملامة الناس وكلام الناس علي صدق ما نعيش معاه، وعشان خاطر العيال أهو كله عشان خاطر العيال. تعبان تعب. قلب كده في التعب تلاقي فيه تعبان روحيا، تعبان روحيا أصلك دخل في المفرمة بتاعت العالم، وهو قال لنا أنتم في العالم ولكن أحفظكم من الشرير. لا دخلنا في العالم والمفرمة بتاعته وتكفينا زي الست المنحنية. عارفين الست المنحنية اللي في لوقا 13 دي شايفة إيه؟ تراب، شايفة التراب وبس، ما هي منحنية. عارف لما تيجي الكنيسة تلاقي المسيح يعمل إيه؟ يمد إيديه الاتنين. اقراها بس في لوقا 13 تلاقي يمد، دي المعجزة الوحيدة اللي استخدم فيها ايديه الاثنين، يمد ايديه الاثنين ويقومها بدل ما مكفية على التراب، شايفة جزم الناس وشايفة التراب. ايه هو التراب؟ انا فاكرين في مثل الوزنات لما اداله الوزنة ودفنها في التراب، يعني دفنها بذاته في جسده. ما الجسد ده يقول لك التراب بيعمل عفرة. عارفين العفره يا بتوع الظاهر؟ مش فاهمين عاملين فيها مصر الجديده انتم. العفره لما التراب يعفر، والواحد فينا يعفر شويه هنا ويعفر شويه هنا لحد ما ياخدوني ويلبسوني البرنس والصليب ويمسكوني وياخدوني في الصندوق ويروح يحطوني في مكان ما اعرفش اعفر فيه، ما خلاص يقفلوا عليا في التربه بالباب بالمفتاح وخلاص مفيش جوه عفره، حتى لو عفرت بره جوه مفيش عفره. احنا كلنا يا احبائي في احتياج شديد ان احنا تتكون العلاقه اللي بيننا وبين الله معرفه شخصيه حقيقيه بشخص المسيح. عارفين يحصل فينا ايه؟ تلاقي نفسك كده بتطلع خطوه لقدام
والفوق في علاقتك بالمسيح ساعتها بس تقدر تقول مع أم العذراء: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بقى الله مخلص. نقول مع بعض: تعظم نفسي الرب وتبتهج بقى الله لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بنشكر قدس أبونا يعقوب عياد على الكلمة الجميلة ونطلب منه.